وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم احبتي من جديد ما زلنا مع قناه تفسير احلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام. ما زلنا مع سلسله الادعيه المباركه التي نستفيد منها في حياتنا اليوم ومع الاحكام التي نحتاجها والحكم والمواعظ. آه العنوان ما اعظم هذا الدين الاسلامي بمعنى اذا كان شق تمره نصف تمره تبعدنا عن النار ما اعظم هذا الدين. وصدقه تطفئ غضب الرب ما اعظم هذا الدين. وكلمتان تثقلان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما اعظم هذا الدين. وحسنة تتضاعف العشر أضع... أضعاف ماذا هناك أفضل من هذا الدين فلماذا يعتقد البعض أن الجنة بعيدة المنال جعلنا الله وإياكم وجميع المسلمين من أهل الجنة اللهم آمين ننتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته